بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون زراعة الفاكهة المنزلية، أهلا وسهلا بحضراتكم. ده تكعيبة عنب. العنب ده هو عمر ما شاء الله عمر 14 شهر. شايف كمية العنب اللي موجودة فيه ما شاء الله تبارك الرحمن، كمية عنب يعني ولا أروع ولا أروع. عنب مبكر ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. أهون ما شاء الله، شايف كمية العنب اللي موجودة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وأقول لك السبب في نجاح العنب ده هو إيه. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. العنب ده يا جماعة زي ما قلت لحضراتكم هو عنب عمر سنة، عنب عمر سنة، سنة وشهرين بالظبط. يعني العنب ده مزروع في فبراير، مزروع في فبراير 2020. انت بتتكلم النهاردة في ابريل 2021. ما شاء الله لا قوة الا بالله. السبب في الوضع ده يا جماعة ان العنب ده هو مطعوم مش عنب عادي. العنب العادي انك انت بتاخد العقلة دهيت بيكون عمرها عمر سنة، وبتقوم حاططها في الصيص ولا حاجة، وبتبدأ تطلع جذور عادي زيها زي أي عقلة، تمام؟ أما العنب اللي حضراتكم شايفينه قدامكم ده حضرات، ده عنب مطعوم، ده عمر سنة وشهرين. نشوف إيه السبب فيه. العنب زي ما حضراتكم شايفين كده، في يوم من الأيام العنبة دي كانت زي العنبة اللي هناك دي، أهي دي عنبة دي جاية أهي مطعومة عادي برضو خالص. حطناها على خيط، الخيط بتطلع عليه، في ناس طبعا بتحط على خشب حديدة زي دي مصورة بايبة اهو، وفي ناس طبعا بتحطها على خشب، والافضل طبعا الخشب السنادة، يعني بتسندها كده لحد ما بتوصلها فوق على التكعيبة بتاعت العنب اللي حضراتكم شايفينها ده هي. تمام، التكعيبة دي احنا عاملينها طبعا مواسير هي رايحة افقي ومواسير رأسي، وحطينا عليها شبكة حديد فوقها أو شبكة أسلاك يمين ويسار، تمام؟ عاملة تقاطع كده ومكعبات عشان تشيل المحصول الكبير اللي حضرتك شايفه ده هو، تمام؟ أقول لك المحصول ده هو، أولاً العنب ده هو مطعوم، ومعنى مطعوم يعني يا جماعة لو جينا هنا هنلاقي ده حاجة بيسموها الأصل، والأصل دايماً في العنب أو معظمه يعني بيطعموا على أصل بيسموه الفريدم، وبيحطوا عليه الطعمة اللي هي دي. طب هو ليه بيحط على أصل يا جماعة؟ الأصل ده معروف إن مجموع الجذر بتاعه قوي ومنتشر وشديد، تمام؟ إذن فلو قوي ومنتشر وشديد إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل حضرتك إن الـ 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 الامتصاص بتاعه للعناصر الغذائية والمية بيكون قوي، وبالتالي النبات فوق بيكون قوي زي ما حضراتكم شايفين كده هو، تمام؟ دي رقم واحد، تمام؟ رقم اتنين، الأصول فيها أصول بتتحمل الأملاح، لو في عندك أملاح في التربة بتتحملها الأصول دهيت، حتى لو الأملاح شديدة شوية الأصول دهيت بتتحملها. إيه كمان في الأصول يا جماعة اللي بنطعم عليها العنب؟ متحملة لأعفان الجذور، لأن العنب معروف إن هو بيصاب بأعفان الجذور كتير، تمام؟ وخصوصا لما بيزيد الري والتظليل بيبقى عالي زي ما حضراتكم شايفين كده، أكيد بيصاب بأعفان الجذور، تمام؟ إيه تاني؟ بيتحمل النماتودة، الأصل بيتحمل كمان النماتودة، لو في نماتودة بيتحملها، لأن معروف إن النماتودة هي يعني بتعتبر مشكلة كبيرة جدا بالنسبة للعنب بالذات، تمام؟ طيب لما تجيب العنب ويكون مطعوم تمام وعايز تزرعه، بنبدأ نعمل ايه؟ اولا بنيجي على طبعا شجر مزروع اهو جنب بعض، احنا زرعين ثلاثة وثلاثة وثلاثة، طبعا حديقة منزلية، تمام؟ بنشوف الوضع ده هو، بنقعد نفتح ديتشر كده او شق كبير هنا، تمام؟ في المكان اللي هنزرع فيه زي ما حضراتكم شايفين كده، وبنبدأ نحط المادة العضوية، تمام؟ مع الخارج بتاع الحفر بنحط المادة العضوية، ونحط معاها كبريت زراعي، ونحط بوتاسيوم،
وبنحط شوية مغنيسيوم وبنحط على قد ما تقدر تحطه كبريت زراعي وسوبر فوسفات، وبنخلط الخلطة دي كلها مع بعضها زي ما بنعمل في الخضر بالظبط، بس دي بتكون أقل شوية، وبنبدأ نعملها مصطبة وبنسويها زيديا وبنحط عليها. في ناس في بداية أول سنة بتحط هوز واحد أو خرطوم واحد، وفي ناس من بدايتها بتحط اتنين. أنا بصراحة حاطط خرطومين همت ما بين النقاط والنقاط 20 سنتي عشان يعملوا لي خط مية متجانس كده الجذور تنتشر فيه، ودي أفضل طريقة يا جماعة. أنا ما بحبش طريقة اللي بيبقى فيها الدوائر مش حلوة. ليه؟ لأن أنا عايز خط مية هوت عشان الجذور إيه؟ الجذر ده واصل الشجرة التانية والشجرة التانية جذرها واصل وهكذا. إذا فعل الممر ده هو كله تمام، زراعة السياج دي كلها شبكة جذرية من تحت وبالتالي موصلة لبعضها، فما بتستغناش عن ان يكون المية ماشية على طول الخط، افضل من انك انت تعمل دوائر. ده رأيي الشخصي وانت حر فيه تمام. زي ما حضراتكم شايفين كده وابتدينا نردم تمام، بعد ما ردمنا خمرنا الارض ديت حوالي اسبوع او 10 ايام، مية 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 كل يوم، وسبناها تجف 3-4-5 ايام، وبعد كده زرعنا العنب دهوت بالطريقة العادية خالص. المهم يعني ان انا مغطس او مزرعش كل الاصل، لا بسيب منه حتة صغيرة فوق وببدأ أزرع العنب. وعلى كده يعني زرعنا العنب، وطبعا التربية بتاعت اللي حصل معايا، أنا ما بتكلمش عن أي حد عشان أنا يعني مش متخصص في العنب. أنا تقدر تقول لي أستاذ خضر أقدر أتحدى، بس العنب يعني طبعا درسنا فاكهة كتير يعني. فابتدينا المهم النبات ده يطلع لفوق كده، لما وصل لحد السلك قمنا عاملين له إيه؟ قص قط من فوق كده عشان نطلع منه ايه، قطعنا السيادة القمية، ابتدى يطلع لي 4 فروع زي ما حضراتكم شايفين كده هوت. ابتديت اطلع كل فرع فيهم، ده الفرع ده رايح الاتجاه ده، والفرع ده رايح الاتجاه ده، والفرع ده رايح للاتجاه ده، والفرع ده رايح للاتجاه ده. 4 اتجاهات عندي هم كاملين الحمد لله، نتيجة ان انا قصيت القمة النامية بتاعت العنب لما وصل، حتى لو ضعيف لما وصل ليه لفوق. الأصل عملت لي ايه؟ فرعت لي 4 فروع وخليت لي الساق يبقى غليظ زي ما حضرتك شايف كده هو تمام. طيب لما قطعنا ديت يعني بيسموها دايما التربية يعني بتاع العنب، لما قطعنا ابتدينا نسيب الـ4 أفرع دول. طبعا جينا في موسم التقليم في شهر 1 وابتديت اقص شايف القص دي، لان لو سبت ده هيكمل هيطلع كميه عنب رهيبه الشجره مش هتقدر عليها، فلازم اهذب دي الافرع اللي هي الجانبيه ديت اهو. ده انا سايب فيه عينين بس، ده يعني زي ما حضراتكم شايفين كده اهو، يعني ده مقطوع من هنا وده برضو اخره اهو مقطوع من هنا اللي هو العمر سنه الخشب ده تمام، وهكذا، لان لو سبته هيعمل لي مشاكل كبيره جدا تمام. وبنقعد طبعا نصومه بدايه من شهر 12 وشهر 1، مش بنصوم تصويم ولكن بنخف الميه، ممكن نرويه مره واحده، كنت بروي مره واحده بس في خلال الفتره دهيت، لحد ما جه بدايه من اول شهر 2 ابتدينا نزود الميه، بدايه شهر 3 ابتدينا نسمد 20 وعناصر صغرى فقط، ما حطناش حاجه اكتر من اللي انا بحكي فيه دهوت. فصار المنظر او اصبح المنظر بالوضع اللي حضراتكم شايفينه دهوت، يعني حاجه ما شاء الله لا قوه الا بالله، اهي اهي حاجه ما شاء الله لا قوه الا بالله، اهي ما شاء الله 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 ما شاء الله، يعني حاجه مفرحه جدا جدا جدا. وباذن الله تعالى بنكسر كتير من الصنف اللي هو موجود عندنا دهوت، وناجح جدا في الكويت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني حاجة كويسة جدا جدا. يعني يعتبر التين اللي حضراتكم شايفينه هناك ده والعنب من أفضل الحاجات اللي نجحت معانا في الكويت، وإن شاء الله بإذن الله تعالى بيكون شتلته متوفرة العام القادم بإذن الله تعالى عندنا في الكويت في العبدلي. شكرا لحضراتكم، وبتمنى ان كله يزرع عنب زي اللي حضراتكم شايفينه دهوت. طبعا هم كذا صنف، في الصنف دهوت مبكر تمام، وده طبعا عارفين ان انا ما برضاش اقول الاسماء تمام. الصنف ده اللي بعده اهو لسه العنب فيه صغير، والصنف دهوت اللي هو اللي بعده خالص ولسه برضه يعني العنب صغير خالص اهو.